الصواب الذي لا شك فيه عندي أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة، وأنه أشد كفرا من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى يقرون على دينهم، أما هو فلا يقر، مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فإذا أذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقاتلهم إذا لم يقيموا الصلاة دل ذلك على أن ترك الصلاة كفر بواح عندنا فيه من الله برهان، وهذا هو القول الحق، أن تارك الصلاة تركا مطلقا لا يصلي مع الجماعة ولا في المسجد ولا في بيته كافر كفرا مخرجا عن الملة. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة في الجنة أو أنه مؤمن أو أنه ناجي من النار أو ما أشبه ذلك. فالواجب إبقاء النصوص على عمومها في كفر تارك الصلاة، ولم يأتي أحد بحجة تدل على أنه لا يكفر إلا حججا لا تنفعهم، لأنها تنقسم إلى خمسة أقسام: إما أنه ليس فيها دليل أصلا، وإما أنها مقيدة بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة، وإما أنها مقيدة بحال يعذر فيه من ترك الصلاة، وإما أنها عامة خصت بأحاديث بنصوص كفر تارك الصلاة، وإما أنها ضعيفة. فهذه خمسة أقسام لا تخلو أدلة من قال إنه لا يكفر منها أبدا، والله موفق.